قدم صالح جمعة صانع ألعاب الإسماعيلي اعتذاره للمدرب الأسباني خوان جاريدو بعد أن تخلف أمس الأول عن المران، وأخبره أن ظرف قهري ألم به تمثل في حادث مروري أدى لغيابه وليس شيء آخر، ووعد بالالتزام والانضباط خلال المرحلة المقبلة. يحرص عبد الرحمن مجدي الجناح الأيمن للإسماعيلي والمنتخب الوطني تعلم اللغة الإنجليزية تمهيدا للبحث عن فرصة الاحتراف في الدوريات الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على وعد قدم إليه من وكيل أعماله لتأمين مستقبله الكروي. قدمت المنصة الإعلامية للنادي الإسماعيلي أمس على صفحتها الرئيسية التهنئة إلى حسن عبد رب مدير الكرة السابق بمناسبة عيد ميلاده 38 في لفتة طيبة تبرهن على أن الخلافات التي حدثت بين الطرفين مؤخرا لا تأثير لها إطلاقا في العلاقات بينهما مهما شابها التوتر. يدرس مسؤول الإسماعيلي فسخ التعاقد مع التونسي نور الزمان الزاموري قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بناء على مطلب الأسباني جاريدو لضعف مستواه البدني والفني.